ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي العراقي الأستاذ مازن التميمي. مرحبا بك أستاذ مازن. بعد نحو أسبوع من الكشف عن جثث شمالي بابل، تخرج الحكومة في العراق متمثلة بوزير داخليتها بحديث تبريري للمجزرة. كيف قرأت تعاطي الحكومة مع ملف الجثث والمختطفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة والمشاهدين. أهلا بك. بالنسبة لي لم أستغرب لتبرير أو تصريح وزير الداخلية، لأن الحكومة أساسا هي طرف أساسي في الجريمة. الحكومة هي من وفرت الغطاء لهذه الميليشيات أن تقتل وتنهب. كل نقاط السيطرة تخضع تحت سلطة الميليشيات وبعلم الحكومة، فبالتالي الوزير أو الحكومة هي شريكة بالجريمة، سواء من حيث التستر أو من حيث التغطية أو حيث من شرعنة عمل الميليشيات. فبالتالي حتى في تقريركم يقول أنه تلتزم الحكومة الصمت. طبعا تلتزم الصمت، لأن الحكومة طرف شارك بالجريمة. الحكومة هي من هيئت الجو لهذه الميليشيات أن تنمو، بدليل في جرف الصخر وزير الداخلية السابق اعتقل في جرف الصخر لعدة ساعات، وبعد توسط الحكومة لقاسم سليماني. الحكومة تتوسط قاسم سليماني يعطي أمر للميليشيات في جرف الصخرة يطلقون سراح وزير داخلية هو يخضع إلى إيران أيضا، ووزير داخلية في حكومة احتلال إيراني، ومع هذا اعتقل. لأن هذه جرف الصخر قاعدة محمية بعيدة كل البعد عن سلطة الدولة وغير. لماذا جرف الصخر لماذا جرف الصخر يعني لها هذه الخصوصية؟ لأن في جرف الصخر هي أصبحت قاعدة موت. هناك سجون سرية، هناك زراعة المخدرات، هناك متاجرة بالأعضاء البشرية، هناك مخازن للأسلحة الإيرانية الثقيلة وللأسلحة النوعية لهذه الميليشيات، وبالتالي غير يعني بقراءة بسيطة لتاريخنا حية جرف الصخر في السنوات الماضية نجد أنها أخليت وسيطر عليها الميليشيات في ظل غياب الحقيقة. لماذا بالضبط يعني اختير جرف الصخر لذلك؟ أول الغيث بدأ عندما بدأوا بترحيل أبناء مدينة جرف الصخر، وهذا هو كان أول خطوة للتغيير الديمغرافي لكي تكون هذه المنطقة بالمطلق لإيران ولمن يوالي إيران. وبالتالي كثير من الناس الذين رحلوا والذين سجنوا والذين اعتقلوا كان في جرف الصخر، ولذلك أصبحت جرف الصخر بحكم موقعها الجغرافي قريبة على كل المحافظات، وأيضا قريبة حتى على الحدود العراقية السعودية. منك تقدر طيب عن طريق النخيل في هذا السبب. أستاذ مازن، ماذا يعني برأيك يعني كشف يعني الناشطين عن هوية رعد الشوك الذي قامت جمعيته الخيرية بدفن الجثث، فيما هو أساسا يعني قيادي في ميليشيا الطفوف، و يعني نريد تفسيرا لكشفه عن أعداد من قام بدفنهم؟ أراد هذا الميليشياوي الذي هو طرف وهو قاتل وهو من اعتقل وهو من خطف وهو من سلب وله جرائم مشهود بها في جرف الصخر وغير جرف الصخر، هذا الرجل أراد أن يصور للعالم على أنه ناشط حقوقي إنساني يؤمن بحقوق الإنسان، ويريد ينطي صفة إنسانية للميليشيات على أنها هي من وجدت هذه الجثث وهي من ستدفنها. هو رجل قاتل نص الناس اللي موجودة في جرف الصخر، وحتى الذين قبل 4 سنوات أو 5 سنوات إذا تتذكر حضرتك وأنت إعلامي متابع، الذين تم اختطافهم في الدور قبل 5 سنوات، الناس الذين اختطفوا من الدور ومن تكريس سوقوا إلى جرف الصخر، وقد صفوا لغاية الآن لا يعرف مصيرهم، ربما قتلوا وربما سجنوا تحت الأرض، لغاية الآن أهاليهم وذويهم يطالبون بهم. لذلك كان هذا الرجل الذي يدعي أنه يمثل حقوق إنسان أو منظمة مدنية، هذا ضحك على الذقون، هذا بعد يزيد الطين بلة. يعني كيف هو من يقتل وهو طيب من مرصد حقوق الإنسان؟ أستاذ مازن التميمي، مرصد حقوق الإنسان طالب الحكومة بكشف ملابسات العثور على جثث في بابل، إلى أي مدى تعتقد أن الحكومة فعلا ستنفذ هذا المطلب؟ الحكومة لن ولم تنفذ هذا المطلب، وإذا أرادت أن تنفذ هذا المطلب ضمن سياقات محدودة جدا بحيث لا تظهر الحقيقة كما هي، نتيجة ربما ضغط دولي، ربما ضغط منظمات المجتمع المدني، ربما ضغط خارجي، في كل الأحوال لن تقوم الحكومة، لأن سيد الفاضل هي الحكومة إذا وزرائها القيادات ميليشيات
فكيف تسمح الحكومة لجرائم هي ارتكبتها؟ الميليشيات الآن في جرف الصخر لديها غطاء رسمي وغطاء ديني ممثل بالعمائم. يعني رغم هذا الغطاء الرسمي والغطاء الديني مثل ما تفضلتم، لماذا لا تدول قضية جرف الصخر؟ يعني مركز جنيف الدولي للعدالة طالب الأمم المتحدة بإرسال لجنة مستقلة للعراق للتحقيق بالأمر. هذا صحيح، وهذه ليس المرة الأولى مركز جنيف العدالة في جنيف طالب المجتمع الدولي عدة مرات طالب، لأنه لديه من الوثائق بالأرقام وبالأسماء الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين وبحق النساء وبحق الأطفال، وهناك جرائم حرب. نعم مطلوب من المجتمع الدولي ويجب أن تدول هذه القضية. لماذا الدم العراقي يعني ما حد يفكر به، ولكن إذا قتل شخص في مدينة معينة في دولة معينة غير العراق تقوم الدنيا ولا تقعد. ولذلك نعم على المجتمع، مو بس منظمات المجتمع المدني، على كل عراقي شريف، على كل قوة وطنية. هناك أمر، هناك يعني في ظل تصاعد الحديث عن قضية جرف الصخر، ربما إلى أي مدى تتوقع أن تفتح هذه القضية قضايا أخرى؟ هناك الكثير من المغيبين والمخفيين قسريا في مناطق مختلفة بحسب تقارير دولية متهم فيها الميليشيات والقوات الحكومية أيضا بشكل كبير. تتوقع أن يتم فتح هذه الملفات أيضا بعد هذه القضية؟ أنا أعتقد سينفجر الوضع وستنفتح هذه الملفات، لأن هناك حتى في تقريركم هناك أكثر من 500,000 3/4 مليون إنسان مخطوف. هؤلاء أين هم؟ أين جثثهم؟ من قام بقتلهم؟ من ارتكب هذه الجرائم؟ وبالتالي ينبغي أن تكون هذه الحالة التي برزت في جرف الصخر يجب أن تتوسع وتفتح الملفات، وعلى كل شخص في العراق بالداخل أو خارج لديه من المعلومات عليه أن يتعاون مع المجتمع الدولي ومع منظمات المجتمع المدني ومع منظمات حقوق الإنسان لكشف هذه الجرائم. في العراق جرائم ارتكبت من 2003 ولغاية الآن تفوق كل قتل العالم اللي من خلق الكون، لأنه ندري كل زين هذه الميليشيات تقتل وتنهب وتسرق وتخطف بدون مساءلة وبدون أي إجراء، وهناك سجون سرية لدى الميليشيات، وهناك سجون سرية بالوزارات، وهناك سجون سرية لدى الأحزاب. ولا مصير الناس المخطوفين والمغيب، يعني مال الرزازة أين هم الذين خطفوا من جسر من 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 منطقة الرزازة؟ أين هم الذين خطفوا من جسر؟ كثير من الجرائم ارتكبت سواء بالأنبار أو بالموصل. أين 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 القضاء؟ أين القانون؟ ولذلك ينبغي أن يسلط الضوء على هذه الجرائم، ويجب على المجتمع الدولي، حتى ينبغي الجامعة العربية ومن خلال قناتكم ندعو الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، النظام العربي الرسمي المتخاذل عليه أن يقف ولمرة واحدة أمام هذا الدم الذي يجري بالعراق كالأنهار من قبل هؤلاء العصابة المرتزقة الذين جاءوا وعبروا الحدود وانتمائهم إلى إيران وهم عبيد إلى إيران. هؤلاء مجموعة من المافيات، ولا يمكن أن يبنوا بلد بقدر ما جاءوا لتدمير البلد. انظر في الجنوب الآن المخدرات. شكرا لك أستاذ مازن. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ مازن التميمي الكاتب السياسي العلاقين، كنت معنا عبر هاتف من لندن.